السالفة الدورة على التوكل على الله سبحانه وتعالى. سبحانه. كان فيه مطوع إمام ضاحي من ضواحي بريدة. كلام هذا يقولون إنه قبل، أنا قرأت القصة يقولون إنه قبل 60 أو 70 سنة. من المصادر يعني. إيه نعم. كل القصص اللي يقولها من مصادر. يعني القصص ما هي مروية رواية. كل بعضها مصادر حافظها وشفوية. وبعضها مصادر كتب، يعني كل القصص انا ما اجيب، يعني ما تحرص سوي على الموضوع. إيه ما اسوي سوالف من راسي يعني. بيض الله وجهك. لا مو سوالف من راسك، بعض الناس اي قصه ما يتاكد من مصدر، ما يحرص على المصدر. لا لا عندي مصادر الحمد لله، عما شفوي ولا كتاب. جميل. فهذا المطوع كانت احواله تعبانه جدا، فقير مره، ما عنده شيء على الحديد على ما قال، والدنيا في ذاك الوقت اغلب الناس زي كذا. وكان عنده 3 بنات ما عنده لهم. جاء رمضان ويصلي بالناس المطوع، ويوم جاء رمضان وصل حول 20 من الشهر كذا، يا والله ان البنات ما ابوهم ما شرى لهم شيء، ما شرى لهم كسوة العيد. جانا عند ابوهم، يا ما انت شارينا يبه، ما نبغى كسوة نبغى. قال يبي يرزقنا الله ان شاء الله، ما يقدر يقول ما عندي شيء، تعرف بنيات وضعيفات ولا يدري وش ايش عنده وش ما عنده. قال يبي يرزقنا الله. راح من عنده. يوم اخذ لنا فتره باقي على العيد 3 ايام. ويرسل لنا صغيره، صغيره زي ما قلت هو محبوب كل اللي يحب. يرسل لنا صغيره قالت، قال روح لجس النبض شوف يبي يشتري لنا ولا ما يشتري لنا. اي وتروح الصغيره لابوها. يوم راحت قالت يبا ما عندنا، ما تشري لنا ملابس. قال يبي يرزقنا الله يا بنتي ان شاء الله. راحت من عنده وعلمت خواتها. الرجال حزت في نفسه بنياته ويطلبون ملابس العيد وهو ما عنده شيء. راح يتسلف، راح الربع له ما عارف لك، كل ما جاء واحد وانهم يعرفون فقير ما عنده شيء ايوه يسلفونه. كل ما جاء واحد قال ما عندي شيء، ويقعد يحلف له والله ما عندي شيء والله ما اقدر. رجع يوم جات الليل وهو يقول صلي له ركعتين ويرفع يدينه، قال يا الله يا اللي تعلم الحال وتشوف سبحانك، يا رازق كل على قد حاله، تلطف بعبد ما معه حق مصروف، حمل الثقيل ومرتكي له الحاله، وان قلت وشكاري ولا اني بمكلوف، ما حد تبرى قبلنا من عياله، وان قلت وشكاري ولا اني بمكلوف، ما حد تبرى قبلنا من عياله، عندي بنات اللي صغيرات وضعوف، والحال يعلم به عظيم الجلاله، وان جيت ادور مع اهل الطيب معروف، ربعي كثيرين ولا من صماله، حقي من ربوعي معاذير وحلوف، وكل يبي يحل فيه يوفر حلاله. قام الرجال ورقد، قام رقد، وان في تاجر في بريده في عنيزه قصدي اسمه عبد الله المحمد البسال، ورجال فيه خير ويحب الخير، وهو نايم في نفس الليله. يوم جاء اخر الليل ويحلم، يجيه منبه قال يا عبد الله مطوع الديره الفلانيه احواله تعبانه وبناته ما عندهن كسوه ولا تخليه. شف استجاب الله دعوه اخر الليل. سبحان. ويوم ان اصبح انت البسام ويسال عنه، قالوا معروف فلان وعنده 3 بنات واحواله تعبانه، ويشتري لهن كسوه للبنات ولابوهن ولامهن، ويرسل له مبلغ ويرسل مع هاك المسؤول، قال وده لمطوع وسلم لي عليه وقول هذه من البسام وعلمه بالقصة وقصة الحلم وشو مسوي المنبه اللي جاني، ويروح له المرسول. ويوم جاء قبل العيد بيوم وانه عنده وانه جاب من الكسوة والدراهم وتزين الأمور، ويعلمه بالسالفة. قال لي والله هذا قمت آخر الليل وطلبت ربي وعلمه عاد بالأبيات هذه اللي قلناها قبل شوي، فشف اللي توكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. تبدو اسم مطوع؟ لا مطوع ما هو مذكور اسمه، مذكور التاجر، التاجر اللي قال اللي هو البسام. الانسان اذا توكل معروف اهل الخير لليوم يشكرون. نعم. دائم على دعمهم. اذا توكل على الله الانسان ما يترك الله والبسام وغيره يكون سبب، ولا الرازق الله سبحانه وتعالى.